العالم عندي تحفظ على كلمة الداخلية رجع تاني. الداخلية لم تتوقف في أي لحظة من اللحظات على طمع الناس وعلى تعذيبهم وعلى معاملتهم أسوأ معاملة وباعترافهم. هما بيطلعوا يقولوا إحنا أسياد الشعب. فلغاية ما ده يتغير محدش يقول لنا تعالوا احترموا القانون، محدش يقول لنا قانون تظاهر. قانون تظاهر يعني آخد إذن من الداخلية عشان أنزل أقول لهم أنتوا بلطجيين؟ الداخلية مش داخلية قمعية بداية الأزل. الأول خالد سعيد في اسكندرية ساعة ما اتعزل لحد ما بتصور قامت وعصام عطا اتعزل في زبون العسكر عشان الحكومات العسكرية. لحد دلوقتي الداخلية ما اتغيرتش، العقيدة هي اتعاملوا معانا قدام مجلس الشورى، ضربوا البنات وسحروا الأولاد وخلوا قبض على 24 ولد ورموا البنات في الصحراء. إنما بالنسبة لقانون التظاهر الكل ماسك نغمة إن الدول المحترمة فيها كلها قانون تظاهر. إحنا لسه ما وصلناش إن إحنا نكون دولة محترمة أساسا، ما بنحترمش كرامة الناس عشان نقول أصل إحنا محتاجين قانون تظاهر. لا، إحنا محتاجين عدالة، عيش قرية عدالة اجتماعية، محتاجين حق الشهداء وبعد كده نفكر في قانون التظاهر. محتاجين نكون دولة عدل، مش هنسمح أولا ما فيهوش قانون تظاهر، نسمح قانون منع التظاهر. قدرتهم على ان هم لما يبقى في حكم او شيء ان هم يحاولوا قدرة العدل. اصلا الثورة دي قايمة على الحرية والعدل والكرامة. انت ازاي وانت برضو يعني فكرة ان لا لازم الثمار قام بعزل مبارك وعزل محمد مرسي بالتظاهر، والآن حكومة الدبلاوي تريد عزل الثمار بقانون التظاهر، وهذا ما لم يقبل به الثمار مطلقا. نزلنا عند مجلس الشورى عشان نقول ان احنا رافضين قانون التظاهر، وده لا يمثل الثمار، ودي كانت بدايه الفعاليه، كانت مده سلميه وهذه موقفه مسجله جميع الكاميرات. ده كان باين قوي ان ما حصلش عندنا اي اعتداءات او اي اعمال للعنف. بدات الداخليه في اعمال بطش وعمليه قبض عشوائي على البنات وعلى الشباب، ودي كانت البدايه. وحصل البطش وبدانا نعرف الشباب موجودين فين والبنات، لحد ما عرفنا ان في المجموعه الاكبر هي موجوده باسم اول القاهره الجديده، وفي مجموعه باسم ثالث، وفي مجموعه كانت تقريبا في اسم سنه. وجينا ان كل المجموعات خرجت بدون اي كلها خدت على سبيل ما عدا المجموعه بتاعت القاهره الجديده. حصل موقف غريب جدا واحنا موجودين هناك، ان عرفنا ان البنات بيتم ترحيلهم بعربيه ترحيلات باسم القاهره الجديده ومش عارفين هم رايحين فين. ابتدينا نحاول نتابع الموضوع ورصدنا سيارة الترحيلات وكنا ماشيين وراها لحد ما عرفنا ان هم وصلوا في مكان بعد منفذ 15 مايو ودخلوا منطقه كده يمين، منطقه جبليه صحراويه، وتم الغاء البنات هناك. الحمد لله رب العالمين جبنا البنات ورجعنا تاني على اسم اول القاهره الجديده. وفوجئنا ان بيطلع قرار مفاجئ في ان في 4 ايام.